دلوقتي خلونا نصبح على زميلتنا في الاستوديو ليندا عشان نعرف منها اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير بسنت. صباح الخير مصطفى. صباح الفل. الحقيقه بسنت الجو افضل شويه من امبارح، ولكن مازال حر الصبح ومعتدل بالليل. حلو، احنا داخلين على العيد كده ان شاء الله الجو يبقى احسن ان شاء الله. هو بكره الحقيقه مش احسن من النهار. العيد حر يعني عموما ولا النهارده 31 بكره 34، والمتوسط درجات الحراره في العيد هتبقى ما بين ال 33 لل 30 يعني. ولكن بكره 34 يعني نخفف وننصح بقى. الناس تخف يعني طبعا صح. اتفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.52، أما الشراء فسجل 18.44. اليورو البيع سجل 19.43، أما الشراء فسجل 19.33. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23 جنيه و3 قروش، والشراء سجل 22.91. الفرنك السويسري البيع سجل 19 وقرشين، والشراء سجل 18.92. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، أما الشراء فسجل 2.78. الريال السعودي البيع سجل 4.94، أما الشراء فسجل 4.91. الدينار الكويتي البيع سجل 60.41، أما الشراء فسجل 60 جنيه و5 قروش. الدرهم الإماراتي البيع سجل 5 جنيه و4 قروش، والشراء سجل 5 جنيه وقرشين. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 938 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1095 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1251 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8810 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والشمال الصعيد، وهيكون في شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40، وأقل درجة حرارة هتكون في مرسى مطروح 23. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.